بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحييكم معاشر الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، ونبدأ مع حضراتكم في قراءة موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه ورحمنا معه، من حيث توقفنا في القراءة في المجلس السابق. نفتتح الجلسة لقراءة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أيمن منصور إمام مسجد مولانا الإمام الحسين، الذي نعقد هذا المجلس في رحابه، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. يقول الإمام مالك، يقول الإمام مالك في موطئه: باب القضاء في المستكرهة من النساء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك ابن مروان قضى في امرأة أصيبت، ومعنى أصيبت
أنها اغتصبت في عرضها مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة ذكرا كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله. وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه. باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد إلى صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق في ذلك، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. باب القضاء في من ارتد عن الإسلام. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم: من غير دينه فاضربوا عنقه، أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب
وإلا قتل، وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيما نرى، والله أعلم. من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام، فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عنى به أو عني به، والله أعلم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مغربة، يعني خبرا غريبا، هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله. ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي: إن هذا لشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطي برمته، يعني كما هو، ليعطى برمته. باب القضاء في المنبوذ. والمنبوذ هو اللقيط طفلا. حدثني يحيى
عن مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمن عمر ابن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر ابن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. وقال عبد زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 14.5 ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت، فأهريقت عليه الدماء، فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء
تحرك الولد في بطنها وكبر، وصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما. وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خيرا، وألحق الولد بالأول. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما، فقال القائف، يعني العراف الذي يعرف الناس بمواصفات أشكالهم، فقال القائف: لقد اشترك فيه. فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دما، ثم خلف عليها هذا، تعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو. قال: فكبر القائف، فقال عمر للغلام: والي أيهما شئ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فولدت له أولادا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله تعالى. القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلانا ابنه، أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطي الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها، وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم، إن كانت امرأة ورثت الثمن
دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. قال مالك: فإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا، أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين لأنه أقر بحقه. وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره. القضاء في أمهات الأولاد. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة تعترف يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. ويتم القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد اللبان العميد السابق وأستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة، فليتفضل. وتلميذه. العفو يا سيدي. والله تلميذه. ربنا يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. فبأسانيد مشايخنا وأسناد شيخنا فضيلة الأستاذ أحمد معبد نكمل القراءة. نقول: قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
من أحيا أرضاً ميتة فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. باب القضاء في المياه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزوز ومذينب واديان في المدينة يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. والكلأ اسم لجميع النبات أخضر أو يابس. قال: وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر. باب القضاء في المرفق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر رضي الله عنه: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. قال: وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع، والربيع هو النهر الصغير، كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. باب القضاء في قسم الأموال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة
العالية والسافلة ناحيتان بالمدينة، إن البعل والبعل ما سقته السماء لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. باب القضاء في الضواري والحريسة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد ابن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، الرقيق هم العبيد، فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق علي. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم، يريد أكثر من ذلك. فقال عمر: أعطه 800 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. باب القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أصاب شيئاً من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. باب القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك، وليحلف صاحب الثوب، فإن ردها أي رد اليمين وأبى أن يحلف حلف الصباغ. قال: وسمعت مالكا يقول: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ فيه فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه
فهو ضامن له. باب القضاء في الحمالة والحول. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء أي مال يسدد منه، فليس للمحتال الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال الإمام مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال الإمام مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. باب القضاء في من ابتاع ثوباً وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: إذا ابتاع الرجل ثوباً وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثاً من تقطيع ينقص ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب، فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. قال: وإن ابتاع رجل ثوباً وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع المشتري بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغاً يزيل في ثمنه فالمبتاع بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكاً للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب. باب ما لا يجوز من النحل. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه بشيرا رضي الله عنه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بني، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جلدتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث
وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنه: فقلت يا أبتي، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. أم كلثوم بنت خارجة، وهي أخت أسماء وأخت السيدة عائشة، وكانت حمل في بطن أمها، وتنبأ أبو بكر بأنها جارية، وقد صدقت نبوءته رضي الله عنه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: ما لي بيدي، لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. باب ما لا يجوز من العطية. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. قال الإمام مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاها ذلك، عرضاً كان أو ذهباً أو ورقاً أو حيواناً، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضاً أدى إلى المعطي ما ادعي عليه، إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. قال الإمام مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطي فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطى عطاء لم يقبضه، أنه أعطي عطاء لم يقبضه، فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له، إذا قام صاحبها أخذها. باب القضاء في الهبة. قال: حدثني مالك عن داود ابن الحصين عن أبي غطفان ابن طريف المري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها. باب الاعتصار في الصدقة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الإب أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك، أي أن يحبس شيئا من ذلك، لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. قال:
وسمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة، إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا، أي أن يحبس من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه الديون، أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح المرأة الرجل، وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، فيريد أن يعتصر ذلك الأب، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل، إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك. باب القضاء في العمرة. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبداً، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، أعطاه عطيةً طول عمره وتكون لورثته بعد وفاته. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة وما يقوله الناس فيها، فقال القاسم ابن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. باب القضاء في اللقطة. قال: حدثني مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل يا رسول الله؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي صاحبها أو مالكها. قال: وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. قال: وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. قال عبد الله:
لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة، وذلك سنة، أنها في رقبته، إما أن يعطى سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما أن يسلم إليهم غلامه، وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة وهو سنة ثم استهلكها كانت ديناً عليه يتبع به، ولم تكن في رقبته، ولم يكن على سيده فيها شيء. باب القضاء في الضوال، يعني جمع ضاء، جمع إيه؟ ضالة. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيراً بالحرة، حر أرض ذات حجارة سوداء بالمدينة، فعقله أي ربطه، ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. قال: وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال للإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تنتاج لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان ابن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. باب صدقة الحي عن الميت. قال: حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي، فقالت: فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك. هذا ويكمل القراءة دكتور أحمد رزق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. فبإسناد شيخنا شيخ المحدثين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم إلى الإمام مالك رحمه الله كتاب الوصية، باب الأمر بالوصية. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا على ما ذكر فيها من العتاقة، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها. وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير. باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزراقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما يافعا لم يحتلم من غسان وارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوصي لها. قال: فأوصى لها بمال ويقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال ب30,000 درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو ابن سليم الزرقي. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوصي. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة. قال: فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها ب30,000 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. باب الوصية في الثلث لا تتعدى. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أأحلف بعد أصحابي؟ فقال رسول أأحلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف. أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة
ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلانا، ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك، فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال: فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد. الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكا يقول: في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله، فيقول: ورثته قد زاد على ثلثه. فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم، أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ. باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها، وما يجوز لها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما شاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام ستة أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال: وسمعت مالكا يقول: في الرجل يحضر القتال إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. باب الوصية للوارث والحيازة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في هذه الآية إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال: وسمعت مالكا يقول: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك وارثه الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. قال: وسمعت مالكا يقول: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في مال. قال: فأما
أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحاً كان أحق بجميع ماله، يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم أمرهم، وما أذنوا له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضر الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت: فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال: وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. قال: وسمعت مالكا يقول فيمن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيز ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن أبي أمية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها فجاء عمر رضي الله عنه قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر رضي الله عنه الكلام. قال: وسمعت مالكا يقول: وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك. باب العيب في السلعة وضامنها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد، ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته. قال مالك: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أن ضمانها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها، وإنما ثمنها دينار، فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار ثم يردها، وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير،
فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله 9 دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها، فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك، فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق. وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك. باب جامع القضاء وكراهيته. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنهما أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سليمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعم ما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال: ارجع إلي أعيد علي قصتكما متطبب والله. قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا. قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا، إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا، ولكنه يأكل فيه ويكتسب بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق. قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك. وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قدرين به، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها، إن ذلك في رقبة العبد لا يعد ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه، وإن شاء أن يسلمه أسلمه، وليس عليه شيء غير ذلك، فسيده في ذلك بالخيار. باب ما يجوز من النحل. حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك
وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. كتاب العتق والولاء. باب من أعتق شركا كان له مملوكا. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده. وسمى من ذلك الشقص، وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرًا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه، وهو في ثلث مال الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. قال مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه وعتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن ذلك يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه، وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات أعتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله. باب الشرط في العتق. قال مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. قال: حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. قال: وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم.
باب القضاء في مال العبد إذا عتق. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا قوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما، ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله. باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال: حدثني مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وكنت من بني آدم، فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفأعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. قال: وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبوري أنه قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم، ذلك يجزئ عنه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه. باب من لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط
فقال لا. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة، أنه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على ألا يعتقها، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة، لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع ويشترط أن يعتقها. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى، ولا بأس أن يعتق النصراني أو يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإما منا بعد وإما فداء، فالمن العتاقة. قال مالك: فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة. قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. باب عتق الحي عن الميت. قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا. قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيهما أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه. باب مصير الولاء لمن أعتق. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية، فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك. ففعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة رضي الله عنها: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبإسناد أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الموطأ، قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعوكها على ألا ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا، إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال يحيى بن سعيد فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء، إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن أعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة. باب جر العبد الولاء إذا أعتق. قال حدثني مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه الزبير قال هم مواليا، وقال موالي أمهم بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقضى عثمان للزبير بولائهم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالي أمهم. قال مالك رحمه الله ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي، ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه، وإن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد. قال مالك رحمه الله وكذلك المرأة الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه. وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. قال مالك رحمه الله
الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأب العبد حر، أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد، وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث. قال مالك رحمه الله: في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك، ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعدما تضع، إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاءه. قال مالك رحمه الله: في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وإن عتق. باب ميراث الولاء. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبر أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة، اثنان لأم ورجل لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه موالي، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب، فماتت المرأة وتركت مالا ومواليا فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته: لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه، فقال الجهنيون: ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو عتاقه، ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وتركا أولادا، فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء. باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني. قال: وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال مالك رحمه الله: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا، وأن ميراثه للمسلمين،
وأن عقله عليهم. قال مالك رحمه الله: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال: ولكن إذا اعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي اعتقه ثم أسلم الذي اعتقه رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم اعتقه. قال مالك رحمه الله: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتق، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك وختم لنا جميعا بخير، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.